ما قالت السيدة بزيك فيما يتعلق بالزميل أبان هي عندها مقابلة معه اليوم؟ هاي المقابلة معه اليوم عندها عدة أسئلة بتسأله، إنه الزميل أبان بعيش دائما حالة اضطراب متسلسل. هل هذا الشيء ناتج من جراء تعامل كتلته معه وكتلته المستقبل بطريقة ما بتضيف لتضحياته التاريخية؟ هل ممارسته داخل البرلمان هي انعكاس طبيعي لمسألة الظلم اللي بيلحقوا داخل تيار المستقبل؟ هيدي أسئلة أنت بتقدري تسأليها. فيك تسأليها ولا بقول لك لا؟ كل النواب عايشين هيدي الحالة. لا أنا مش عايشة والله. بلا عايشة قليلة حتك. لشو هالتعميم أنت؟ اليوم هاي تحية على فكرة دايما انه عامل تدريب عسكري. لا ما بحق لك تقول هيك. مش عارف اللي بحق لي ولا بحق لي تجي على حد. مش ناقصني حدا يحدد لي شيء. حسن لازم نطلع نورنا مع نائب داني كمان.